بعد الانتشار الواسع لفيروس كوفيد-19 الذي تبعه قرار غلق المدارس حول العالم، اتخذت الحكومة الجزائرية قرار الغلق هي أيضاً في محاولة لحماية الأولياء وأطفالهم على حد سواء. ومع طول فترة الحجر، تحول أكبر كابوس لكل الأولياء هو إبقاء الأطفال داخل المنزل وكيفية إقناعهم بأن البقاء في المنزل هو التصرف الوحيد لحمايتهم. طفل نعرفوه حنايا حتى العمر 16 سنة، طفل هو اللي بوجي، طفل اللي ما على بالوش يعني واش معناتها الكوفيد واش علاش راهو في هذه الوضعية. دونك لذا المسؤولية تولي الأولياء. الأولياء اليوم لازم يتحاوروا مع أولادهم، لازم نفهموهم واش راهو صاري. الناس باسكو راهي غلطة تقول بلي ما يعرفوش واش معناتها واش راهو صاري، استدير الطفل ما لازمش يحسبها راك دايرو في قفص تغلق عليه، نو، لازم تفهموا بلي هذه الوضعيه استثنائيه وراح تزول علينا ان شاء الله. في فتره الكورونا الطفل اذا كان مسيتيه تمسيه في مساحات اللعب نتاعو، مساحات التمدرس نتاعو اللي يشتغل الزملاء نتاعو في المدرسه، تمسيه كذلك في العلاقه مع الاولياء اللي تغيرت، اللي كانت فيها مساحه نتاع الحريه اليوم اصبح مقيد في انه يحترم اساليب نظافه، يحترم مواعيد اكل، يحترم نظام غذائي معين، اللي يحترم اسلوب معيشي مختلف، فهو يعبر عليها بطريقته بأسلوبه. كاين الأطفال اللي فهموا الأشياء ويعطينا الإبداع نتاعو ولا الرؤية نتاعو بلغة بسيطة، كاين الأطفال اللي متضررين من هذا، معناتها هو لم يستوعب الفكرة. تحت 10 سنين ماهوش مشكل، أو كونتخيغ حنا نقولوا الأولياء تعاملوا ديروا دي زانتيراكسيون مع أولادكم تفيدهم. والطفل بين 10 سنين حتى 18 سنة 16 سنة ما قبل المراهقة والمراهقة هنا يكون نوع من الضغط، لأنه الطفل كي مراهق في عمره 14 طفلة أو طفل يعني يحب يفهم وما يقدرش يعني كي تغلق عليه، لأنه في هذا الظرف تاع المراهقة عندها خصوصيات، دونك لذا المعاملة تكون يعني كما نقولوا شوية ديليكات. في بلدية خميس الخشنة كانت لمجموعة من الأطباء النفسانيين زيارة لإحدى العائلات في محاولة لمعرفة مدى تأثير الحجر عليهم وما هي أهم النشاطات التي سطرت من أجل التخلص من ضغط الحجر على كل العائلة. وقت الحجر الصحي يعني صحيح الوضع صعب، يعني صعب التحمل حتى في البيت، يعني انت قاعد يعني طول الفترة في البيت ونخرجوا فقط الأوقات يعني اللي لازم ضرورية بيسر باش ندو كامل الإجراءات ونحترموا كامل القوانين اللازمة. بالنسبة للأطفال عندي زوج بكالوريا حاليا يعني لاتيين هما بالدروس تاعهم يعني ويتساعدوا مع بعض، عبد العزيز ولينا يتساعدوا مع بعض بكالوريا، وعندي عبد القادر وليدي صغير سنة أولى متوسط وانتقل سنة ثانية الحمد لله، يعني هو كذلك يعني هو الأصعب، أصعب اللي بلو ميتيكولو كوا انفا البسيكولوجي تاعو يسمى الوضع الحالي هذا ويحب يخرج يلعب مع أصدقاء يحب كذا. احنا نحاولوا كيف نوفروا هذه الأمور هذه كامل ونعوضوها بأمور ثانية. نلعب شوية بالتليفون يا ساعة هكذا، نقرأ، نرسم، نكتب نص، نقرأ نص تاع فرنسي ونشرح المفردات تاعو. إذا حبيتي تقدميها لي جوزيها لي باش نعرفها بالرقم 11 11 هو الرقم الأخضر الذي وضعته الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحت التصرف المواطنين للتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل والتدخل في الوقت المناسب. كنا متواجدين في خلية تلقي الإخطارات اللي هي مخصصة للرقم الأخضر المجاني 11 التابع للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. الرقم الأخضر المجاني يسمح للعائلات للأطفال للراشدين اللي هم من كل ولايات الوطن أنهم يتصلوا على باختلاف شرائح نتاعهم، يتصلوا للإخطار عن وضعيات خطر، معناتها وين يكون الطفل في وضعية اللي ممكن تمس تعليمه، تمس أخلاقه، تمس تربيته، أشياء اللي ممكن تضر بالطفل في المقدمة. الانتشار الواسع لفيروس كورونا وتمديد الحجر الصحي دفع بالقائمين على الهيئة إلى مسايرة الوضع، فبالإضافة إلى التبليغ عن مختلف التجاوزات
التي قد تمس الطفل، أصبح هذا الرقم المجاني يقدم استشارات ونصائح للأطفال وأوليائهم لتجنب فيروس كورونا. اتصالات تكون تاع توجيهات تاع الأطفال بخصوص نصائح تاع الكورونا، الوقاية من الكورونا هادية، والحجر كيفاش عم ضيق خاطرهم دراري. تم الاعتماد على خبراء جبناهم اخصائيين نفسانيين ولاو يجيو هنا متطوعين، نحييهم لانه هذا عمل تطوعي يقوموا به الى جانب خليه تلقي الاخطارات. احنا نتلقى يوميا كما الايام يعني اللي فاتت تقريبا الى غايه 10,000 مكالمه هاتفيه في اليوم. نوع المكالمات تغيرت، قلت لك متعلقه خاصه ب التوتر النفسي اللي تعيشه العائلات حاليا، كيف ممكن أنه هذا التوتر النفسي ما يأثرش على أطفالنا. خلال فترة وجيزة لاحظ هؤلاء المختصين تغيرا كبيرا في نوعية المكالمات الواردة، فمع طول فترة الحجر طفت إلى السطح المشاكل العائلية التي انفجرت جراء الضغط الذي أصبحت تعيشه العائلات. زادت الاتصالات وزاد الأمهات شوية فقدوا السيطرة. الآن الطلب تاع الأمهات كيفاش نتعامل مع وليدي من حيث من الجانب النفسي، كيفاش نتعامل معاه نفقد السيطرة، كيفاش نقنعه. وظهر بعض العنف، ظهر بعض الظواهر الاجتماعية ولو كان عنف. الاتصالات اللي نتلقاوها نوع عنف، سواء لماما ديروا على الانفون تاعها تقولوا كي تنضربوا وليت ما نقدرش، ده خطري خلاص، أنا تانيت ما قدرتش، أنا تانيت ما حملتش. وعلى بال بلي نظلم، دونك على بالها نوع من الوعي بلي تظلم ولا اكسيتيرا، مي خلاص هي ما قدرتش. ولا العنف ما بين الاخوه، الان الصباح برك تلقيت مكالمه من العاصمه، العنف ما بين الاخوه، دونك ولاو ما بيناتهم ما يتحملوش. ولا العنف ما بين الاب على الام، ظهر بعض الظواهر الاجتماعيه اللي فيها العنف، باسكو قعدوا في الدار، دونك لا مامون لا فام ديكوفرات راجلها يشرب دواء، ديكوفرات راجلها يتعاطى بعض الممنوعات. نشاطات الهيئة لم تتوقف هنا، ففي محاولة لمساعدة العائلات على أرض الواقع وجهت نداء للجمعيات والمتطوعين لمساعدتها في الوصول إلى العائلات المعوزة أينما كانت، خاصة منهم الأطفال الذين يعيشون في ظروف سيئة، وذلك عبر مختلف ربوع الوطن. لازم نضم مجهوداتنا لمجهودات الدولة، ما نقدرش نخليو اليوم الأسر، وحنا عندنا شبكة مجتمع مدني تكونت وتعرف العمل تاعها وتعرف المهام تاعها في الميدان، وعندها شرعية وعندهم هم إطارات سامية في الدولة ومتطوعين. قلنا وعلاش لما لا أنه هذه الجمعيات ينخرطوا في تقديم مساعدة لمؤسسات الدولة، وكانت الاستجابة تاعهم استجابة قوية، ومشاو مع التوجيه نتاعنا والتأطير نتاعنا، وراهم يقدموا نشاطات رائعة في الميدان، يروحوا للأسر والعائلات المحتاجة والمعوزة. لأن كثير من العائلات المسجلة لدينا يعني اللي هي من فئة الأرامل وفئة المطلقات وفئة يعني الأطفال اللي عايشين في وضعيات صعبة، فتواجدنا راح يساعد السلطات المحلية يعني باش يدونتيفيو هذه العائلات، وأيضا نرافقهم يعني باش حتى لأنه هذه المساعدات يعني أيضا نساعدوا في الدخول تاعها يعني إلى المخازن تاع الولايات والبلديات، وأيضا في عملية التوزيع خرطنا أيضا في ما يسمى في الورشات المفتوحة لخياطة يعني الكمامات وأيضا الألبسة الواقية. وفي محاولة لخلق جو من الترفيه للأطفال، بادرت الهيئة إلى خلق عدة نشاطات ثقافية، واعتمدت في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، أين بادرت إلى وضع حصص رياضية بقيادة الرياضي حمزة عثماني، بالإضافة إلى عدة نشاطات ثقافية ومسابقات. في حالة الخوف والتوتر كاين أخصائيين نعيطوا لهم يسمعونا وينصحونا، الرقم تاعهم 11-11 ساهل ماهل. احنا بدينا في الصفحة نقدموا لهم تطبيقات خفيفة تساعدهم أولا على تنمية مهاراتهم اللغوية، وأيضا على تنمية يعني المهارات اليدوية، بلينا نديروا لهم أعمال يدوية ممكن أنهم بأي أشياء موجودة في المنزل أنهم يستغلوها ويعملوها إما وحدهم إما مع أخواتهم. كانت في صفحة الفيسبوك أيضا رسالة من الأطفال، هذه مهمة أنه إحنا ارتحنا للأطفال أنهم يقدموا هما رسالة في وقت الكورونا، وش يقولوا رسالة أمل.
أكثر من 5 أشهر من العطلة هي أطول مدة سيقضيها الأطفال في بيوتهم، سيكون لها الأثر النفسي الكبير عليهم وعلى أوليائهم، لكنها الطريقة الوحيدة لحماية الجميع من جائحة كورونا.